تتألف المنطقة العربية من 22 بلد في شمال إفريقيا وغرب آسيا، وتمتد تلك المنطقة من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهندي. يبلغ عدد سكانها نحو 350 مليون نسمة، يشكل من هم دون سن 25 سنة أكثر من 50% ثروة بشرية هائلة. ال 350 مليون تجمعهم اللغة العربية مع عدد استثناءات قليلة جدا. هذه المنطقة هي أغنى بقاع العالم في الثروات الباطنية. هذه المنطقة يوجد بها أعلى نسبة ثروات أسطورية في يد قلة قليلة جدا. أغنى أغنياء العالم اللي بتتجمع الثروات عند أفراد محدودين في المنطقة العربية. ومع هذا تعد تلك المنطقة أكبر تجمع للديكتاتوريات في العالم، أعلى نسبة فقر في العالم، أعلى نسبة أمية في العالم، مع أنها ويال العجب العجاب فيها أكبر عدد محطات فضائية ناطقة بلغة واحدة، أكثر من 3500 قناة ناطقة باللغة العربية، كأكبر عدد قنوات ناطق بأي لغة في تاريخ العالم. لكن الغالبية العظمى من تلك القنوات للأسف معمولة لغسيل العقول وترسيخ الديكتاتوريات وتأليه الحكام وتحريم الخروج عليهم والتعمية السياسية والتحريض الطائفي. فبقينا نمتلك رغم هذا الإعلام الهائل أكبر نسبة أمية. والحل بسيط جدا، لخصه هذا المعلم اللي دخل لصفه وبدأ الدرس وقال للطلبة بتوعه: هل يصح أن يرفع أهل فلسطين علم السودان؟ الطلبة قالوا له لا. قال لهم: طب هل يصح أن يرفع الجزائريون مثلا علم البحرين؟ قالوا له لا. هل يصح أن يرفع اليمنيون علم مصر؟ لا. هل يصح أن يرفع المغربيون علم العراق؟ الطلاب قالوا لا. سكت الأستاذ لبرهة، صمت وصمت تلامذته يترقبون، ثم رسم على اللوح علما أبيض مكتوب عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتوجه للطلاب متسائلا: طيب هل يصح أن يرفع المغاربة هذه الراية؟ قال الطلاب: نعم. هل يصح أن يرفع الليبيون تلك الراية؟ قال الطلاب: نعم. هل يصح أن يرفع اليمنيون تلك الراية؟ قال الطلاب: نعم. هل يصح أن يرفع العراقيون تلك الراية؟ الكل قال له لا. هل يصح أن يرفع المصريون تلك الراية؟ قالوا: نعم. هل يصح أن يرفع الفلسطينيون تلك الراية؟ الكل قال له آه. فهنا قال لهم الأستاذ: أترون كيف أن تلك الراية توحدنا، بينما الرايات الوطنية والتي وضعها الاستعمار وعملاؤه هي ما يفرقنا؟ نجاتنا في وحدتنا، ولهذا يفرقوننا. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. الله غالب.